صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في، حان موعدكم مع فقره باتس، واليوم حلقتنا مميزه مع ضيفه مميزه الممثله جوي خوري. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك جوي. اليوم المشاهدين والاشخاص اللي بحبوك بيعرفوك كممثله، بحبوك كممثله كل مره بدور معين بالتمثيل بتاخديهم برحله، رحلة رح نروح سوا فيها اليوم مختلفة. حنشوف جوي خوري الإنسانة، وخاصة الإنسانة اللي بتحب الحيوانات. معنا اليوم كلبين لإلك عم بيعبروا عن رأيهم معنا. بويكا هلا على الهواء. عارف بويكا أنا صرنا على الهواء، فعم بيعبر عن رأيه. والكلب التشيواوا اللي معك شو اسمه؟ كاليسي. كالي كالي كالي. هن عادة عايشين معي بالبيت، فأنا بحب مشيهم. بما انه ما في مطرح مشيهم بالمدينه، بطلعهم يجولي على مطرح بالطبيعه، يفلتوا، يتسلوا، يلعبوا، يمشوا، يغيروا جو. طبعا خاصه انه بلبنان ما عندنا المحل اللي مسموح فيه انه نفلت حيواناتنا، ما في باركس، ما في دوغ باركس. ما في باركس، ما فيك تفوتيهم على مطاعم، ايفن على الرصيف ما في مطرح تمشيهم، لانه العالم بتتضايق وبتنزعج. فافضل لي تكون بيس اوف مايند، يعني طلعهم على الطبيعه يفلتوا. هيك عاده بشوف كنت انه بركي بيقدروا ياخذوا ذير سبيس. يعني طبعا حبك للحيوانات هل هو شيء جديد ولا من زمان جوي بتحبي الحيوانات؟ انا ربيت من انا وصغيره، عندي كلاب بالبيت وبحب الكلاب من انا وصغيره. نعم. وبحب كل انواع الحيوانات، بس اي دو بليف انه هن سولز. نعم. وكيف انت بتربيهم وبتعيشي معهم، كيف هن بيكبروا وكيف بياخذوا منك اوقات وحتى من الكاركتر تبعك. فربيت مع الحيوانات وكبرت، وكل حياتي بقول بدي حيوانات، بدي كلاب، بدي بعد، بدي بعد، بدي بعد. والواضح انه عندك كثير. تخبرينا شوي عن كم حيوان عندك؟ هل عندك بس كلاب او بسينات؟ لانه بالسوشيال ميديا بنشوف بسينات وكلاب كمان. هلا حاليا عندي 3 كلاب. نعم. بس يوجولي كان عندي بسينات وكلاب مع بعض. بس هلا عندي كالي التشيواوا. نعم. عندي بويكا المالينوا، وعندي اللابرادور ميكس لابرادور بيتبول اسمه ايشا. حنشوف نحن اكيد صورهم، حنشوف صورهم سوا، حنشوف صورهم معك. وهالعائله المهضومه والحلوه كمان عم نشوف انه الكلاب اللي عندك رغم الديفرنس بالحجم ولكن متفقين وعايشين سوا عادي. هن عايشين باك مع بعض، بحبوا بعض كثير. نعم. بخافوا على بعض كثير، يعني بيدافعوا عن بعض. هي بتغار عليه كثير. ما كل العالم بيقولوا لي انه في فرق بالاحجام، انه هذا صغير وكبير ما بيأذوا بعض، بس الكلب ما بيشوف حاله صغير بالحجم، يعني هي مفكره حالها كثير كبيره ومفكره حالها من حجمه. نحن عم نشوف مع بعض صورهم هلا كمان وصورك معهم. هيدي الكلبه الثالثه اللي ما انا موجوده اليوم معنا. صح، ايشا انا موجود. ومثل ما عم تشوف نشوف بهالصور، انت هون بالطبيعه معهم عم يركضوا عم يلعبوا. هيدي الطريقه اللي بيعملوا فيها الاكسرسايز. نحن على طول بباتس بنقول كثير ضروري انه الاكتيفيتي والاكسرسايز الرننج سبيشلي للبيج دوجز. نعم. لازم يركضوا، لازم يفضوا هالانرجي، لانه هو معرض للديبرشن اذا ما بيركض، اذا ما بيفضي هيدا الانرجي. كثير مهم انه الكلب مش بس تجيبيه وتحطيه بالبيت، لازم يمشي كل يوم، لازم يركض مينيموم ساعة، لازم يحرك جسمه مثله مثلنا يعني. صح. لأنه هذا بيعمل له مشاكل على كبر إذا ما عمل الأكسرسايزز المطلوبين منه. 100%. اليوم بلبنان شغلة حلوة ومميزة، صرنا أكثر عم نهتم بالحيوانات، صار عنا جمعيات بتهتم بالرفق بالحيوان. اليوم كممثلة وفي كثير أشخاص بحبوك وبيتابعوك ويمكن بتأثري على كثير من الأشخاص، هل انت على تواصل معهم تدعميهم؟ هل بتدعمي القضيه تبعهم؟ تو بي اونست، انا دائما بدعم كل العالم اللي بتوقف مع الباتس. نعم. لانه ما عندنا حدا بيدافع مزبوط عن ذا رايتس اوف ذا باتس، خاصه بلبنان. صحيح صار عندنا جمعيات، بس حتى هول الجمعيات لحالهم ما فيهم يعملوا شيء اذا ما في قوانين بتنص على حمايه الحيوان. انا ايفن ماي فانز بس احكي معهم بدعمهم يجيبوا باتس، تو سيف باتس، ريسكيو باتس، لانه عندنا كثير باتس على الطريق. قبل ما تروحي تشتري بريد وتجيبي تحطي مصاري على بريد، في باتس على الطريق they need shelters وهومز، حرام يضلوا على الطريق. بس انا بتمنى انه نحن دولتنا شوي تاخذ كونسيدراسيون اكثر حمايه الحيوان، يلي هي
ما عنده هذا الرايت غير الجمعيات اللي عم بيركضوا ليلا نهارا لهن يدافعوا عن الحيوانات. صح 100%، وانا بدم صوتي لصوتك، وعلى طول نحن ببيتس بنجرب ندوي على هذا الموضوع، وفي عندنا جمعيه انيمالز لبنان يلي كمان كانوا معنا مش من زمان، بعدهم عم يشتغلوا على القانون على امل انه نقدر نتواصل نوصل اكشلي لاصدار هالقانون يلي بيحمي الحيوان، لان بالسبعينات كنا نحن من اهم البلدان بحمايه مزبوط. الحيوانات. مزبوط. اليوم انفورشنتلي انت ضيفتنا كمان لان صار معك انسيدنت مش من زمان، وحابة انك تستعملي هالظرف حتى توعي الاشخاص اللي عندهم بيتس، ومثل ما انت بتمارسي رياضة معهم بالطبيعة يمكن بيمارسوا هن كمان رياضة بالطبيعة مع حيواناتهم. يا ريت تخبرينا شوي عن هالحادثة اللي صارت معك. مزبوط، مثل ما كنت عم بقول لك انه انا عادة ما بمشيهم بالمدينة لانه ثلاث كلاب كثير ليمشوا بالمدينة، فباخذهم على الطبيعة. قررت اخذهم على منطقة اللؤلؤ. نعم. في هونيك مثل ليك فيني اقعد انا وياهم، فيهم يركضوا. انفورشنتلي ما كنت لقطتهم بالليش تبعهم، بس كنت حطيت لهم الكولرز تبعهم، واذا بتشوفي بويكا عنده هذا الايدنتيفيكيشن كولر تبعه، وكلهم بيبقوا حاطين الكولرز. والواضح ان الكولر تبعه كبير يعني. كبير. الصبح شي ساعة 7 الصبح بقرر انا امشي انا وياهم تينزلوا يعملوا حاجاتهم، يعني كانوا شوي ابعد عني. فبويكا قدامي وواقف حده اللابرادور اللي اصغر منه الاسود، عم بعيط لبويكا عم بيرد علي، بس حاسته واقف محله ما عم بيتحرك وعم بيطلع على شماله، ما في شيء على شماله، انا ماني شايفه شيء على شماله. نعم. عم بعيط له ما حاسه انه حركته غريبه، واذ فجاه بيطلع الضرب فيه. حدا صليله من بيته بيقوصه براسه وبيجي الضرب بعينه، وكل ميلة اليمين بتعبي الخردق تبعه. واو. وانت كنت قريبة منه؟ انا كنت قريبة من الكلب. نعم. اذا بتشوفي بالسكانر كل ميلة اليمين معبية خردق. عم نشوف الصورة نحن هلا سوا، وهون الخردق واضح بصورة السكانر. انا على الشوك ما استوعبت انه تقوص الكلب، وخاصة انه انا موجودة معه، وليش بده يتقوص؟ ما في سبب ليتقوص، مش انه كان عم يعمل شيء او مبين كلب بطاخ او ما له، انه مبين ما عنده اونرز. ايه انه مبين عنده الكولير تبعه. كلبين واقفين حد بعض. نعم. فبقى على الشوك انا بحطه بالسيارة وبنقله دغري عند الدكتور ميشيل، انا بوجه له تحية لانه هو اللي خلصه عينه. اللي انطلب مني انه يمكن بعد جمعتين معرض انه ينشال عينه، لانه الخردق اللي فات بعينه اضطرينا نعمل له عمليه، قدرنا نشيله اللي فينا نشيله، بس ما كل شيء قدرنا نشيله لانه بيضرب النار، ومجرد ما يضرب النار مجبورين نترك العين تبزقهم. الخردق اللي بوجهه انا ما فيني اشيلهم ولا فيني اعمل شيء، مع الوقت هلا كل يوم بشرته هي عم تبزق خردق فانا بصير شيلهم، بس العين الحمد لله هلا صارت احسن. أنا مضطرة تبع له علاج على فترة 3 أشهر، العلاج هو كل ساعتين قطرة وجيل لعينه تما تنشف عينه ليقدر الألسر، لأنه هو عامل مثل التهاب تبزقه العين لبرا. وهيدي الشغلة صار لها تقريبا حوالي الشهر، يعني قال الشهر بويكا تحت اليوم العلاج. اليوم بيصير له 4 تجميع تحت العلاج، وبيصير له 4 تجميع على الإنسيدنت. نعم. وأنا بدي أشكر ربي إنه ما اضطريت شل له عينه طبعا. لبويكا وهي هيلد، لأنه هيز فايتر، بس هيدا الشيء هيدا الحالة اللي أنتوا عشتوها اليوم. إذا بدك تشاركي شاركنا الخبرة مع المشاهدين، ولكن كأشخاص وكأفراد نحن عنا كلاب وعايشين معهم وعم ندهرهم، شو اللسن ليرند وشو لازم ننتبه؟ يعني الواضح أنه أنت أختيهم بمحل يعد شوي معزول، مفروض يكون سيف، ولكن بطريقة أو بأخرى صارت هيدا الحادثة لأسباب معينة. إذا بدك الأشخاص يتفادوا هيك شغلة شو بتنصحيهم؟ يعني القطعة فيه منه حلو ومنه هين، والكلب الحمد لله هلأ منيح، بس كمان قطع بفترة تروما وكان خسر عينه. شو lesson learned اللي لازم نتعلمها من وراء هالشيء؟ أكيد طبعا يا ريت ما منتعرض لهالإنسيدنس، بس تعرضنا لهالإنسيدنس ممكن نتعرض له بالمستقبل. أنا تقلك بالأول I was deceived، لأنه كنت عم بقول شو بدي أتعلم lesson، أنه ما فيني مشيهم بالمدينة، وهلأ حتى بالناتشور ما فيني مشيهم. طب وين فيني أنا أخذ كلابي خاصة ببلدهم؟ يعني طب وين في شيء بيحميلهم حقهم؟ بس هلأ بفكر أنه كلبك حتى لو محطوط الكولر تبعه، بما انه ما في شيء بيحميه ببلدنا، لازم دائما يضل على الليش حدك لو شو ما كان، ما تاخذي ريسك تفلتي. دوام بالسيتي في سيارات معقوله حال اكسيدان، يتعرض لاكسيدان سياره، وبالناتور رح اجي اقول لك اذا ما اكل ضرب في حياه في واتسو ايفر، فلازم دائما يضل على اللاس. يعني انا هلا بقول التوبه ما بخليهم بلا لاس، حدي على طول على اللاس.
هيدا شغلة مهمة. يعني أوقات بنستعمل ظروف أليمة أو سيئة أو بتحزن لا نطلع منها بدرس إيجابي. سوري بلا قطع حديثك، كمان ما تقولوا انه كلبي مدرب بيسمع الكلمه، لانه انا كلبي بيسمعوا الكلمه. ما بتخافي من كلبك انه ما يسمع الكلمه، بتخافي من الغريب. بتخافي من غيرك، فمش هيك حتى لو مدرب وبيرد عليك دائما لس يعني. هيدي شغله كثير مهمه. هالانسيدنت اللي تعرضتي لها هي انسيدنت منا كثير حلوه، ولكن الحمد لله نحن اليوم بألف خير. بويكا معنا عينه منيحه. اليوم اذا بدنا نستعمل هالاوبرتونيتي، وانت اليوم على الهواء وكثير اشخاص بحبوك عم يحضروك، وكثير اشخاص عبالهم هيك يسمعوا رايك، او اذا عبالك شي نصيحه تعطيهم اياها ريليتد للباتس، كيفيه الاهتمام، شو الشيء اللي بتحبي تقولي لهم اياه؟ انا بقول لهم اذا بدو يجيبوا باتس، البات منه انه جبنا بات لانه هلا انا محمسه وعبالي يكون عندي كلب او بسينه او وات ايفر حطوا بالبيت، وبعدين البات بده اهتمام. يعني اتس سول، اتس ليفينج سول، اضرب من الولد، لانه الولد بيكبر بيصير ادولت، البات ما بيكبر بضل كل حياته صغير، فبده اهتمام، بده تمشيه، بده كير، بده لوف، بده يعرف انه الاونر تبعه كل الوقت معه، مش تاركه، مش انه جبنا بات وربطناه بالحديقه تحت وتركناه مربوط وما مشيناه. فاذا انتم بتحبوا الباتس جيبوا باتس، منا مشكله، بس عرفوا كيف تهتموا فيهم، عرفوا كيف to really take care of them. Rescue pets as much as you can، اكثر من انه بس انه انا عم بدفع حق باتس، لانه هي بنيه مش تجاره، اكثر من انه I'm rescuing a soul وعم بجي اعطيه بيت يعيش فيه. هلا عصب. هلا هو عم بيوافقك الرأي بركي. عم بقول انه هو كمان في شيء زعجه بركي. بس هلا كمان هيك المشاهدين بيشوفوه لانه كان قاعد تاني ميل. بحكم شغلك جوي، هل قادره تعطي هالالتزام اللي حكيت عنه التزام كبير بحكم شغلك؟ واليوم التصوير بياخذ كثير من الوقت طبعا، قادره قومي بهالالتزام التام مع حيواناتك؟ صراحة أنا بالتصوير بيضحكوا علي، بيضحكوا علي لأنه كل ما بكون مأخرة بالتصوير بقول لهم أنا عندي أولاد لازم أرجع على البيت، أولاد أولاد شو عن جد أولاد، لأنه بكون تركتهم. أيام بس أعرف إنه عندي ساعات طويلة بجيب حدا منهم معي على التصوير، اللي ما فيني أتركه اللي بحاجة لأتنسيون. أيام بس يكون عندي سفر ما بتركهم لحالهم، بترك حدا معهم، لأنه ما فيني أتركهم لحالهم، لأن بعرف إنه هي مسؤولية كثير كبيرة، فإذا أنا مني قادرة أقدم لهم المسؤولية بخلي حدا تاني يكون عم بيهتم فيهم. عم بيساعدك بهذا الشيء. جوي خوري بدنا نتشكرك كثير، بدنا نتشكر بويكا وكالي على وجودهم معنا، كانت كثير كثير وجودها ناعم وهيك. وكمان كل المشاهدين اللي عم يحضروك اليوم على شاشه الام تي في بعشق النساء، مبسوطين انك كنت معنا بام تي في الايف، نحن انبسطنا بوجودك معنا، وان شاء الله بنرجع نستقبلك بظروف ثانيه نحكي فيها عن الحيوانات وعن حسن معامله الحيوانات، وعلى امل انه يكون صار عندنا قانون يحمينا ويحميهم. انا انبسطت فيكم وبدي عن جد هنيكم على البروجرام، لانه انتم اول ناس بيضوي شوي على حياه الباتس. وبيقدر اذا بدك ينشر هيدي الرساله to take care of our pets. Thank you, Joy. مشاهدينا هيدا كان كل شيء اليوم بباتس، وقفه ومنتابع ام تي في الايف.